في حوض لأسماك الزينة من أفخر أنواع الأسماك، ماتت سمكة ثم ماتت أخرى ثم أخرى، فصاحب الحوض استدعى خبير الأسماك لكي ينظر لماذا تموت هذه الأسماك. فقال خبير الأسماك: إن المشكلة ليست في علاج الأسماك، وإنما المشكلة في الماء، فإذا بدلنا الماء نجت الأسماك. إن الآباء يبحثون عن حلول لمشاكل أولادهم الخلقية من خلال علاج هذه المشاكل ضمن أولادهم، ويتركون البيئة التي تغذوا منها هذه الأفكار السيئة والسلوكيات السيئة موجودة ومستمرة. فإن علاج هذه الحالات وهذه السلوكيات السيئة يحتاج منا أن نخرج أولادنا من هذه البيئة السيئة وأن نضعهم في بيئة صالحة. قالوا: إذا أردت أن تكون من الصالحين فعاشر الصالحين، وإذا أردت أن تكون من الأغنياء فعاشر الأغنياء، وإذا أردت أن تكون من العلماء فكن مع العلماء. وكذلك أولادنا يجب أن نضعهم في البيئة المثالية التي تخرج منهم أولادا صالحين ويتعلموا منها كل شيء طيب. لو جئنا بقطعة قماش بيضاء نظيفة وضعناها في ماء نظيف ستخرج إلينا نظيفة أيضا ولكن مبللة، أما لو أننا وضعناها في ماء قذر أكيد أنها ستخرج إلينا قذرة. وأولادنا إذا وضعناهم في البيئة الصالحة سنجدهم إن شاء الله صالحين، أما إذا تركناهم في البيئة الفاسدة مهما عالجنا من أخلاقهم سنجدهم قد اكتسبوا من هذه البيئة الفساد والسمات والصفات والسلوكيات السيئة التي لا نحبها ولا نرتضيها في حياتنا وأخلاقنا. لقد أوصى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم المعصوم وقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلذلك أيها الأحباب استوصوا بأولادكم خيرا، فإن أولادنا إما أن يجرونا إلى الجنة جرا وإما أن يجرونا إلى النار جرا، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.